قبل أن يولد الإنسان تتمزق الأغشية حول الجنين وينزل ماء الولادة ووتر بريكن. عندها يخرج المولود من الماء كما تخرج السلعة من الماء إلى اليابسة. يحتاج المولود إلى شهادة ميلاد، وتحتاج السلع الجديدة إلى الفاتورة لأنها منتوج قانون البحار في القانون الدولي. قانون أعالي البحار يتعامل مع الإنسان كسلعة أيضاً قامت الأم بتوصيلها ديليبري، لذلك فقد سميت غرفة التوليد في المستشفيات ديليبري روم. عند نقل السلع من السفينة إلى الميناء قد يقع بعضها في البحر، وهذا محتمل جداً، وبما أن القانون أوجد لها فاتورة وجود فقد أوجد أيضاً فاتورة ضياع أو فقدان، وهذه تعادل شهادة الولادة والوفاة عند الإنسان. الشهادتان توقع عليهما سلطات الميناء التي تشهد عملية التوصيل. كل هذه المصطلحات مشتقة من النظام البنكي التابع لقانون أعالي البحار، هذا القانون الذي حول الإنسان إلى سلعة يتاجر بها، وتخضع له الدول والحكومات والقضاة والمحامون والمصرفيون. في الحلقة القادمة سأشرح كيف يعمل هذا القانون وعلى اليابسة.